السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة البركة تي في. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا رفيسة مغربية 100% لذيذة بزاف، والتقديم ديالها بريستيج. نتمنى تعجبكم، بقاو معنا. البنات، من بعد ما درنا المسمن وقطعناه وكلشي وحطيناه، راه غنوريوه لكم ان شاء الله في الاخر. غندوزو اليوم للشرميله ديال الدجاج باش نصبم. عندنا المساخن، خرقوا من البلدي، خرقوا معرق، بزار، سكينجبير، جوج طومات كبار محكوكين، وعندنا ضمط ديال الزعفران. دابا غنبداو في الشرميله ديال الدجاج، غنحطو كلشي. غير هو البنات الملحه حاولوا ديروها قليله حتى جات الدجاج تسناه بالملحه هكاك. كنخلطوهم بشويه ديال الماء، نزيدو عليهم معلقه صغيره ديال السمن، المهم بقاو تزيدوا الماء على حساب القمه اللي عندكم، اللي غتكفيكم الدجاج اللي عندكم نتوما يا باش تشرملوه. كنبقاو نشرملو الدجاج مزيان وندخلو ليه القمه حتى من بين الجلده. البنات كنحطوا الدجاج عندنا هنايا في الطنجره باش نشرملوه فوق البوطه شويه. كنزيدوا عليه قيمه معلقه صغيره ديال الحلبه، حيت الدجاج الحلبه غنطيبوها بوحدها باش تعطينا النسمه ديالها في الدجاج، وشويه ديال البصله مشنفه، وغادي نرويو شويه بديك اللقمه اللي ديجا بقات لينا من الشرميله ديال الدجاج. ديك القامه اللي بقات لينا من الشرميله كنزيدو عليها شويه ديال الماء وكنرويو بها باش تقلى لينا فيها الدجاج مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا، ها هو كلشي هنايا، كلشي باين وواضح يعني، وبطريقه جد سهله. كنزيدو الخرقوم هي باش يعطينا اللون. كنزيدو شويه ديال السمن، راكو عارفين البنات رفيسه بلا سمن راه ما رفيسه ما والو. شويه ديال زيت العود على حساب كل واحد، وكاين اللي كيبغي النسمه تكون زيت العود طاغيه في الرفيسه، كل واحد على حساب داكشي اللي كيبغي. وحطيناهم فوق الفرن الصغير هنايا في الارض، الاحسن كيطيبو احسن من البوطه. يتشرموا هنايا يتقلاو لينا على خاطر خاطرهم، ونرجعوا لكم من بعد. بالنسبه لبنات المسمن هنايا كيف ما كتشوفوا، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو، وغادي نبين لكم فيه الطريقه دقيقه جدا وسهله باش تصايبوه. وغندوزوا ان شاء الله هنايا باش نبداو نفوروا في المسمن ديالنا. كنزيدوا البنات واحد جوج عواشق حتى ثلاثه على البصله باش تعسل لينا مزيان.
كما كتشوفوا البنات هنايا كناخذوا السمن وكنبردوه بشويه ديال السمن. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفيسه ديالنا، كتجي رائعه وبنينه بزاف وفي المنظر تبارك الله كتحمر الوجه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وما تنساوش الاشتراك في القناه.